بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم في فصل جديد من فصول مادة العلوم، الفصل الثامن. عنوان الفصل استكشاف الفضاء. طبعا في الفصل الثامن اللي هو بعنوان استكشاف الفضاء، طبعا الفكرة العامة الأول للدرس اللي هو بنتكلم على الإيه، على الفكرة الرئيسية الفكرة العامة للفصل كله، بيقول لك تدور الأرض حول الشمس في النظام الشمسي داخل مجرة ضرب التبان، وهي إحدى مليارات المجرات التي تشكل الكون. ويرسل العلماء مركبات جديدة إلى الفضاء لمعرفة المزيد عن نظامنا الشمسي الذي اكتشف جزء منه المنظار الفلكي التلسكوب. طبعا ملخص الكلام ده إن هو إن الأرض بتدور إيه؟ بتقع في مجموعة تسمى مجموعة الإيه؟ الشمس، المجموعة الشمسية، بتدور الأرض بشكل منتظم داخل الإيه؟ داخل على حول الشمس. والشمس والمجموعة الشمسية بتدور في مدار خاص داخل مجرة كاملة تسمى مجرة ضرب التبان. هنعرف بالتفصيل يعني ايه مجرة وانواع المجرات، لكن هنتكلم الاول على بعد كده في الدرس الاول على الارض والنظام الشمسي. الفكرة الرئيسية الفصول الاربع واطوار القمر والخسوف والكسوف والمد والجزر، ظواهر سببها العلاقة بين الشمس والارض والقمر التي تعد جزءا من النظام الشمسي المكون من 8 كواكب واجرام اخرى تدور حول الشمس. ده في الدرس الأول. الدرس الثاني الفضاء والنجوم والمجرات. الفكرة الرئيسية تبعث النجوم الضوء وأشكالا أخرى من الطاقة على شكل أشعة تساعدنا على فهم كوكبنا الهائل الذي يسع بلايين المجرات وتريليونات النجوم والكواكب. نبدأ طبعا اللي فصلنا بالدرس الأول، عندك الكتاب صفحة 44، عنوان الدرس الأرض والنظام الشمسي. الأرض والنظام الشمسي، طبعا في الأول كده بيقول لك الأرض بتتحرك. طبعا الفكرة المقدمة إن هو بيقول لك إن أنت يعني كان المعتقد قديما أو اللي راسخ عندك أنت إن الشمس هي اللي بتتحرك وإن الأرض ثابتة، الشمس هي اللي بتتحرك وإن الأرض ثابتة. لكن طبعا هو اللي الصح إن الشمس، إن الشمس مش هي اللي بتتحرك، إن الأرض هي اللي بتدور حول محورها، حول نفسها، وكمان حول الإيه، حول الشمس. لذلك عندك هنا بيقول لك دوران الارض حول محورها. خلينا نتكلم الاول على دوران الارض. يعني ايه محور الارض؟ محور الارض، المحور عباره عن خط وهمي. يعني شوف عندك ده كده الايه، ده كده محور الايه، محور الارض، يعني ده كوكب الارض وده محور الارض، عباره عن ايه، خط وهمي يمر بمركز الايه، مركز الارض، خط وهمي يمر بمركز الايه، الارض. والارض بتدور حول ايه، حول نفسها، حول الايه، حول المحور ده. طيب بتدور الارض حول محورها، تدور الارض حول محورها كل 24 ساعه، يعني كل 24 ساعه بتتم الارض دوره حول ايه، حول نفسها، حول محورها. لذا تظهر لنا الشمس يوميا صباحا بسبب ايه، بسبب هذه الايه الدوره. وفي اثناء النهار تبدو الشمس وكانها تتحرك عبر السماء لتغرب في المساء، وذلك لان مكانك على الارض يدور بعيدا عن الشمس. هنا بيقول لك السؤال لماذا تظهر لنا الشمس وكانها تتحرك، طبعا لان مكانك على الارض يدور بعيدا عن الايه، عن الشمس. تسمى حركة الشمس التي تراها في السماء حركة ظاهرية، وكذلك تتحرك النجوم والكواكب والقمر أيضا حركة ظاهرية في السماء. فكيف يمكن أن تعرف أن حركة جسمك ما هي إلا حركة ظاهرية ناتجة عن دوران الأرض؟ ده اللي هنتعرف عليه الآن. طيب يبقى بسبب حركة إيه؟ حركة دوران الأرض، بسبب دوران الأرض حول محورها، طبعا بينتج عنه تعاقب الليل والنهار. يبقى الليل والنهار بيأتي أو بيحدث بسبب إيه؟ بسبب اللي هو دوران الأرض حول إيه؟ دوران الأرض حول محورها. طيب دوران الارض حول الشمس، طبعا الارض بتتم دوره حول الشمس، بتلف دوره كامله في مدار اهليجي، في مدار اهليجي يعني ايه، شبه الايه، مدار مش دائري، مدار بيضاوي يسمى مدار اهليجي. طبعا بيقول لك تدور الارض حول الايه، حول نفسها في الوقت نفسه، وتتحرك حول الايه، الشمس في مسار اهليجي منتظم يسمى المدار. طبعا السنه الارضيه اللي هي الزمن الذي يستغرقه الايه، الزمن الذي يستغرقه تستغرقه الارض في دورانها حول الايه، الشمس. طبعا بسبب دوران الارض حول الشمس بينتج عن الايه، الفصول الاربعه، بينتج عن الفصول الاربعه. وطبعا انت لو شفت كده من الارض هي مش مستقيمه، هي الارض المحور هنا مايله بزاويه، تميل بزاويه معينه على ايه، على محورها. طبعا ده الميل ده هو ده اللي بسبب اللي هو ايه، سبب تغير الفصول السنه الاربعه. طبعا هنا في حاله الايه، في الصيف بيكون ايه، اللي يكون الجزء الايه القريب من الشمس بيكون مايله ناحيه الايه، شايف الجزء اللي علو ده اللي هو مائل ناحيه الشمس بيكون عندي هنا قريب للايه، للشمس، بيكون هنا صيف. اما الجزء البعيد عن الشمس بيكون هنا الايه، ده شتاء. طبعا بيجي عنك عكس بعد كده الى الايه، في هنا توصل عندك الجزء ده اللي هو الاقرب للشمس ده صيف، وهنا في الجزء البعيد عن الايه، الشمس،
ده اللي هو الايه؟ اللي هو الشتاء. يبقى اذا عندي بينتج عن دوران الارض حول محورها اللي هو تعاقب الليل والنهار، دوران الارض حول الشمس بينتج عن الايه؟ الفصول الاربعه. والفصول الاربعه زي ما انت عارف اللي هو الايه؟ الصيف والشتاء والربيع والخريف. طيب نيجي بعد كده على القمر. القمر هو عباره عن ايه؟ عباره عن جرم سماوي. جسم موجود في السماء بيتبع الايه؟ بيتبع الارض، بيدور حول الايه؟ حول الارض. طبعا كان يعتقد جميعا قديما ان سطح الارض او الارض سطح القمر املس، لكن طبعا اكتشف بعد كده بعد ما توصل على الايه؟ على التلسكوب من خلال واحد اسمه جاليلي وجاليلي اللي هو بالتلسكوب شاهد ان في مرتفعات على القمر وفي عندي مناطق منبسطه تسمى ماريا اللي هي بحار القمر، اماكن ايه؟ منبسطه. طيب دوران الايه؟ دورانه حول الارض. القمر بيدور حول الارض دوره، بيكمل دورته حول القمر حول الارض كل 27 يوم وتلت، كل 27 يوم وتلت يوم تقريبا. ده بيبلغ ايه؟ متوسط الايه؟ بعد القمر على ده دوران الارض. بيبعد القمر عن الارض حوالي ايه؟ 384,400 كيلو متر. طيب الدوران حول الايه؟ حول المحور. طبعا القمر قلنا بيستغرق 27 يوم وتلت ليتم دوره حول الارض، كمان بيستغرق نفس الفتره عشان خاطر يدور حول ايه؟ حول نفسه. لذلك ان ايه؟ احنا على كوكب الارض لا نرى الا وجه واحد للايه؟ للقمر، بسبب ان هو دوران القمر حول الارض بيستغرق نفس المده اللي هي بيستغرقها في دورانه حول نفسه. طيب هنا طبعا دوران الارض حول دوران القمر حول الارض طبعا بينتج عن حاجه اسمها ايه؟ اطوار القمر. اطوار القمر طبعا اللي هي الصور المتعدده اللي بيظهر لها القمر اللي احنا بنشوفه على سطح الايه؟ على سطح الارض. تسمى دوره الايه؟ دوره القمر. طبعا دوره القمر تبدا الاول حاجه اسمها المحاق. المحاق طبعا بيكون الايه؟ بيكون القمر واقع ما بين الارض والشمس، فبيكون مظلم والجزء المضيء بيكون من ناحيه الشمس، فاحنا ما بنشوفش الايه؟ القمر، او بنشوف ايه؟ الجزء اللي هي المظلم. بعد كده يبدا يتحرك الى يتكون الى الايه؟ الطور الثاني اللي هو الايه؟ الهلال الجديد. يبدا يظهر منه جزء بسيط بس. بعد كده عندك اللي هو التربيع الاول، التربيع الاول. بعد كده عندك اللي هو الاحدب الاول، بعد كده عندك اللي هو البدر، بعد كده ثم البدر اللي هو الايه؟ بنرى القمر كامل. بعد كده يبدا يتناقص بقى ويرجع دورته تاني اللي هو الاحدب الاخير، بعد كده التربيع الاخير، بعد كده الهلال الاخير، بعد كده يبدا يرجع تاني نفس الدوره. الدوره دي طبعا اللي هي ايه؟ بتنتج ايه؟ مراحل ايه؟ او اطوار القمر بسبب ايه؟ بسبب دوران الارض القمر حول الايه؟ حول الارض. طيب في ظواهر عندك بسبب الايه؟ دوران الارض حول الايه؟ حول دوران القمر حول الارض. اول ظاهره اللي هي كسوف الشمس، كسوف الشمس. وطبعا ظاهره الكسوف بتحدث عندما إيه؟ عندما يقع القمر بين الشمس والارض. يقع الايه؟ يقع القمر بين الشمس والارض. طبعا بيحجب الايه؟ بيحجب جزء من ضوء الشمس عن جزء من الايه؟ من الارض. فانا بيبدا ايه؟ يبدا تبقى في جزء مظلم هنا بيمنع وصول ضوء الشمس. طبعا ده اسمه الايه؟ ظاهرة الكسوف، ووقوع الايه؟ القمر بين الارض والشمس ويمنع ايه؟ ويمنع وصول ايه؟ وصول ضوء الشمس. طيب الظاهرة الثانية اللي هي ظاهرة الايه؟ ظاهرة الخسوف، وهي وقوع الايه؟ ان الارض بتقع بين الشمس والقمر، بتمنع ايه؟ بتمنع الارض رؤية ايه؟ رؤية ضوء الايه؟ رؤية الايه؟ القمر، وده اللي هو الايه؟ خسوف القمر. طيب من الظاهر كمان اللي هو المد والجزر، هو تأثر الأرض بالإيه؟ بسبب إيه؟ جاذبية القمر والأرض. طبعا ده بتظهر بوضوح على الإيه؟ على المياه اللي هي حركة الإيه؟ حركة المياه في البحار والمحيطات اللي هي تعرف بظاهرة الإيه؟ ظاهرة المد والجزر. طيب نيجي بعد كده على الإيه؟ على المسافات في الفضاء. طبعا المسافات في الفضاء، المسافات في الفضاء بقول لك، هل فكرت في المسافة اللي تفصل بين الأرض وبين الأجرام السنوية السماوية في النظام الشمسي؟ طب بيقول لك يتكون النظام الشمسي الظاهر من ايه؟ 8 كواكب. النظام الشمسي يعني المجموعه الشمسيه بتتكون من 8 كواكب واجرام اخرى تدور حول الايه؟ حول الشمس في مدارات اهليجيه. طيب بيقول لك انت لما تيجي تقيس مسافه، مثلا وانت بتقيس قلم ايه رصاص معاك، هتقيسه مثلا بالسنتي، هتقيس المسافه من ايه؟ ما تقيس الفصل مثلا هتقيسه بالمتر، لكن هتقيس المسافه من المدرسه للبيت هتقيسها بالكيلومتر. هنا في عندي وحدة بتقاس بها قياس المسافات في الفضاء اسمها وحدة الايه؟ الوحدة الفلكية. الوحدة الفلكية دي اللي هي ايه؟ اللي هي متوسط بعد الأرض عن الشمس، يعني بعد المسافة من الأرض للشمس دي واخدها وحدة، يعني دي اللي هي بتقدر ب 150 مليون كيلو متر. فلما نقول مثلا المسافة بين ايه؟ بين مثلا الأرض وكوكب المشتري مثلا 2 وحدة فلكية، يعني 2 ضرب 150 مليون. يبقى دي اسمها الوحدة الفلكية، وهي متوسط بعد الأرض عن الإيه؟ الشمس، وتعادل 150 مليون
كيلو متر. طيب المجموعه الشمسيه عندك بتتكون من 8 كواكب بالاضافه طبعا للشمس. طبعا هنا الايه الكواكب موجوده عندك، اول كوكب عطارد، بعد كده كوكب الايه الزهره، بعد كده الارض، بعد كده المريخ، ودي اسمها الكواكب الايه الكواكب الداخليه اللي تبدا عندك عطارد زي ما انت شايف في الصوره كده. طبعا عطارد هو اقرب اقرب الكواكب للشمس، بعد كده الزهره، بعد كده الارض، بعد كده الايه المريخ او يسمى الكوكب الاحمر. بعد كده عندك في فاصل ما بين الايه ما بين الكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه يسمى حزام الايه حزام الكويكبات، وهي عباره عن مجموعه من الصخور بتدور حول الايه بتدور حول الشمس في مسار هليجي حول الشمس. طيب الكواكب الخارجيه او الكواكب الغازيه طبعا اللي هو عندك المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. طبعا نيجي على مصطلح كمان اسمه اللي هي المذنب او المذنبات، هو عباره عن جسم كبير مكون من الجليد والصخور يدور حول الايه حول الشمس في مدار هليجي. عندما يقترب المذنب من الايه الشمس تحول اشعتها بعض ثلوجه الى بخار، وتقوم الرياح الشمسيه بنفث البخار الغبار والبخار من المذنب لتشكل ذيلا طويلا لامعا خلفه، طبعا يسمى الايه يسنب يسمى ايه مذنب، وده شكل الايه شكل مذنب من المذنبات الموجوده في الايه في الكون. طيب بعد كده النيازك، ودي عباره عن ايه عباره عن مجموعه من الصخور بتسقط ايه من الصخور وفلزات يطلق عليها الايه النيازك، وطبعا بيصل عمرها الى 4.5 مليار سنه لاي عمر ايه ويعادل عمر النظام الشمسي، وطبعا دي بتتساقط على الايه على الارض من الايه الفضاء الخارجي. وطبعا انواعها في عندي النيازك الحديديه والنيازك الايه الصخريه والنيازك الصخريه الحديديه. طيب ملخص الايه ملخص الدرس، طبعا الارض تحدث الفصول الاربعه بسبب ميلان الارض حول الايه حول ميلان محور الارض ودورانها حول الايه حول الشمس. قمر الارض يوجد على سطح القمر معالم كثيره منها الفوهات والمرتفعات والبحار القمريه. ظواهر سببها لها علاقه بين الشمس والارض، طبعا يعتمد ايه حدوث الاطوار المختلفه للقمر على مواقع موقع كل من الشمس والارض. يحدث ايه كسوف الشمس اذا وقع الايه القمر بين الايه بين الارض والشمس، ويحدث كسوف القمر اذا وقعت الارض بين الشمس والقمر، ويشترط في الحالتين ان تكون الايه الاجرام الثلاثه على استقامه واحده على خط ايه مستقيم. تاثير القمر في المد والجزر اكبر من تاثير الايه الشمس بسبب ايه قربه وايه قوه جاذبيته بيكون ايه اكثر تاثيرا على الايه على الارض. المسافات في الفضاء يستخدم العلماء الوحده الفلكيه لقياس المسافات في الفضاء. الكواكب الداخليه، الكواكب الداخليه قلنا اللي هي القريبه من الشمس، طبعا الكواكب الايه هي كواكب صخريه وصلبه هي الارض والايه طبعا ومن الارض، طبعا قلنا الكواكب الداخليه اللي هي تبدا عندك عطارد والزهره والارض والمريخ، ودي اسمها كواكب ايه صخريه وصلبه. عندك الكواكب الخارجيه وهي الكواكب ايه تسمى كواكب غازيه، هي المشتري وزحل واورانوس ونبتون، كواكب غازيه عملاقه ولها نظام حلقي. المذنبات اجسام مكونه من جليد وصخور تدور حول الشمس. ننتقل بعد كده الى الفضاء الى الدرس الثاني وهو الفضاء والنجوم والمجرات. اول حاجه بنتكلم على مصطلح اسمه الموجات الكهرومغناطيسيه، وقلنا الموجات الكهرومغناطيسيه هي عباره عن موجات تتكون من ايه من نوعين من الايه من الاشحنات، يعني عباره عن ايه عباره عن مجال كهربائي متعامد عليه مجال مغناطيسي. طيب ولكن لقد بدانا بالفعل عمليه اكتشاف نظامنا الشمسي وما بعده، وفي نحن اليوم نستطيع الرؤيه بعيدا عن الفضاء باستخدام مناظير الايه الفلكيه اللي هي تلسكوبات متطوره ومناظير فضائيه اكثر. طيب ولكن طبعا لو فكرت في رحله للذهاب الى منطقه بعيده في الفضاء بعالي التفكير في مشروعك، لانك حتى لو نجحت في السفر بسرعه الضوء، طبعا سرعه الضوء هنا كم 300,000 كيلو متر في الثانيه الواحده، سرعه الضوء 300,000 كيلو متر في الثانيه الواحده. طيب الطيف الكهرومغناطيسي، الطيف الكهرومغناطيسي هي مجموعه الايه هي الانواع طبعا هي الايه الاشعه او الموجات التي ايه تاتي من الايه من الاجرام السماويه. طبعا هنا بيقول لك والاشعه الكهرومغناطيسيه متنوعه الترددات حيث تمثل مجموعات الراديو والضوء المرئي نوعين ومن الاشعه الكهرومغناطيسيه، وتشمل انواع الاخرى اشعه طبعا جاما والاشعه السينيه والاشعه فوق البنفسجيه والاشعه الايه وتحت الايه الحمراء والموجات القصيره. هذه الانواع مرتبه بحسب طولها الموجي، وسمى هذا الترتيب للاشعه بالطيف الكهرومغناطيسي. طيب نيجي بعد كده على وسائل رصد الكون اللي هي الادوات اللي بتستخدم في رصد الكون. طبعا عندي نوعين، في عندي حاجه اسمها المنظار الفلكي الكاسر والمنظار الفلكي العاكس. طبعا المنظار الفلكي الكاسر ده تكون فكرته على انكسار الضوء بواسطه عدسات محدبه، ينفذ الضوء الاتي من الايه من الجسم المراقب من الايه العدسه المحدبه الشيئيه وينكسر ليشكل صوره تقع امام العدسه العينيه بين بؤرتها الاصليه ومركز الايه ومركزها البصري. وانا عندي انواع الايه الادوات المستخدمه في استكشاف الكون، في عندك حاجه اسمها المنظار الفلكي الكاسر، وفي عندك حاجه اسمها المنظار الفلكي العكس. المنظار الفلكي الكاسر اللي هو بيستخدم الايه
بيعتمد على ايه؟ فكرته على انكسار الضوء اللي هو الصادر من الجسم المراد ايه رؤيته. اما المنظار الفلكي العاكس ففكرته بتقوم على انعكاس الضوء بواسطه مرايا مكعبه، يدخل الضوء الصادر من الجسم الذي يتم رصده من خلال فتحه في المنظار. طبعا يبقى ده عندي ايه؟ المنظار الفلكي العاكس والمنظار الفلكي الراس. طبعا الادوات دي بتكون موجوده في مكان يسمى المرصد. الادوات اللي هي الكاشفه دي تسمى الايه؟ المرصد. طبعا ده فكره الايه؟ فكره المنظار العاكس والمنظار الايه؟ والمنظار الكاسر. طيب نيجي بعد كده عندك هنا في عندي حاجه اسمها منظار هابل. طبعا منظار هابل ده منظار خاص يوفر منظار هابل صورا اوضح للفضاء لانه محمول على قمر صناعي، يعني هو خارج الارض، يعني هو موجود محمول على الايه؟ على قمر صناعي يدور حول الايه؟ الارض. والمقصود من وراء فكرة الدوران تلك تجنب التأثير السلبي للغلاف الايه؟ الجوي الذي يمتص بعض الطاقة من الفضاء ويشتت مما يسبب تشوه. المناظر الفلكية الراديوية، المنظار الايه؟ المناظر الفلكية الراديوية. وعندك هنا كمان نتكلم على الايه؟ على النجوم. طب بقول لك لا نستطيع رؤية النجوم في النهار لأن ضوء الشمس وهي أقرب النجوم إلينا، لأن الشمس طبعا نجم زي النجوم الثانية وهو الأقرب إلينا، فما بنقدرش نشوف الايه؟ النجوم في النهار، لكن ممكن نشوف ضوءها بالليل. يجعل الغلاف الجوي ساطعا مما يحجب رؤيه النجوم الاخرى، وفي الليل تبدو لنا النجوم وكانها تدور في الايه؟ في السماء بسبب دوران الارض حول نفسها، وتختلف النجوم التي نراها في الايه؟ في السماء بتغير فصول السنه بسبب دوران الارض حول الايه؟ حول الشمس. المجموعات النجميه الكوكبات. هي مجموعات من النجوم تظهر على شكل ثابت في السماء. وهذه المجموعات اللي المجموعات النجميه طبعا عندك مجموعات مسمينها ايه من خلال اشكالها، طبعا عندك ايه؟ مجموعه الايه؟ الدب الاكبر والدب الاصغر ومجموعه سيفيوس. طبعا ليها مسميات ثانيه سماها الاغريق وسماها العرب، طبعا اختلفت المسميات ولكن بعضها بقي الى الان. طبعا الوان النجوم بيعتمد على درجه حراره الايه؟ النجوم. زي درجه حراره بقول لك على الرغم ان النجوم تبدو متشابهه عند النظر اليها للوهله الاولى الا انها تظهر بالوان مختلفه، ويعكس لون النجم درجه ايه؟ درجه حرارته، مثل لهب الغاز المستعمل في المطبخ. ففي شعلة اللهب الجزء الأزرق هو الأعلى درجة حرارة، وكذلك النجوم الزرقاء هي إيه؟ هي أعلى النجوم درجة حرارة، وأقل النجوم درجة حرارة هي النجوم الإيه؟ الحمراء، أما الصفراء فمتوسطة الإيه؟ درجة حرارة زي الإيه؟ زي الشمس. طيب بعد كده حياة النجوم طبعًا اللي هو تكون النجوم وتضخم الإيه؟ النجوم. طبعًا النجوم إيه؟ فوق العملاقة، والنجوم فوق اللي فوق النجم فوق مستعمر. نيجي بعد كده على المجرات. المجرة هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجمع من النجوم والغازات والغبار يرتبط ببعضها البعض بقوة الايه؟ الجاذبية، زي مجرة درب الايه؟ التبانة اللي احنا موجودين فيه، اللي هو عبارة عن ايه؟ مجموعة من النجوم متجمعة في مكان واحد واخدة شكل معين. طبعا انواع المجرات بتختلف المجرات في اشكالها واحجامها وتصنف بحسب شكلها. الى في عندي مجرات، في عندي مجرات اهليجية، في مجرات حلزونية، وفي مجرات غير منتظمه. ومعظم الايه؟ المجرات في الكون من النوع الايه؟ الاهليجي، يشبه شكل الايه؟ شكل البيضه. اما المجرات الحلزونيه فتحوي مركزا واذرعا حلزونيه تخرج من الايه؟ المركز، ولبعض هذه المجرات مركز اسطواني. طبعا اما المجرات غير منتظمه الشكل فلا يمكن تصنيفها تحت اي من النوعين السابقين، واحجامها صغيره عاده وهي شائعه الانتشار في الكون. مجره ضرب التبانه، طبعا المجره اللي احنا موجودين فيها مجره ضرب التبانه التي نعيش فيها، وهي مجره حلزونيه ضخمه. يبقى مجرد ضرب التبانة من النوع الايه؟ من نوع المجرات الحلزونية الضخمة. تحتوي على مئات مليارات النجوم مثل الايه؟ الشمس، تدور جميعها حول مركز المجرة. وتكمل الشمس دورة كاملة حول مركز مجرتها كل 225 مليون سنة. طبعا ده أشكال أنواع الايه؟ المجرات. عندنا طبعا المجرات الإهليجية اللي هي عبارة عن شكل الايه؟ شكل البيضة. تكون كروية أو إهليجية الشكل وتتكون من نجوم مترصة. اللي عندي هنا ده شكل المجرات الحلزونيه، اللي هو ده شكل الايه؟ الحلزوني. وفي عندي هنا المجرات الحلزونيه الاسطوانيه الايه؟ الاسطوانيه المركز. وفي عندي المجرات الغير منتظمه، مش واخده شكل تحس تشوف الايه؟ تشوف توزع الايه؟ النجوم غير منتظم. سرعه الايه؟ سرعه الضوء. طبعا قلنا سرعه الضوء ان الضوء بينتقل في الهواء بسرعه 300,000 كيلو متر في الثانيه الواحده، اي انه يدور حول محيط الارض 7 مرات تقريبا كل ثانيه واحده. ومعظم المجرات تتحرك مبتعدة عن مجرتنا، لكن ضوءها يتحرك نحو الأرض بالسرعة نفسها. السنوات الضوئية، طبعا في عندي مقياس بيستخدم لقياس الايه؟ المسافات برضه، اللي هو الايه؟ اسمها السنة الضوئية. ولكن تعلمت سابقا ان المسافات بين الكواكب في النظام الشمسي تقاس بالوحدة الفلكية، وان الوحدة الفلكية اللي هي متوسط المسافة بين الأرض والايه؟ والشمس، وتقدر ب 150 كيلو متر.
طيب لكن المسافات بين المجرات اكبر، لذلك نستعمل من تستعمل من ايه؟ نستعمل من اجل قياسها وحده قياس اكبر منها هي السنه الضوئيه. تعرف السنه الضوئيه بان المسافه التي يقطعها الضوء في سنه كامله. والسنه الضوئيه هي المسافه التي يقطعها الضوء في سنه كامله وتساوي 9.5 تريليون كيلومتر تقريبا. عندما تنظر الى مجره تبعد عنك ملايين السنوات الضوئيه فان ذلك يعني ان ضوءها الذي تراه في هذه اللحظه قد بدا رحلته فعليا قبل ملايين السنين، اي انك ترى الان في هذه اللحظه الحاله التي كانت عليها المجره قبل ملايين السنين. الكون طبعا تحتوي كل مجره على مليارات النجوم، وتحتوي الكون ويحتوي الكون على قرابه 100 مليار مجره. طبعا في هذا الكون الهائل الاتساع المكون من النجوم المستعره والثقوب السوداء والمجرات والفضاء البري يصبح كوكب صغير جدا لا يعد كونه ذره غبار صغيره مقارنه بمحيط الكون. كوكب يسمى الارض وبعيدا. ويعيد السؤال القديم الجديد طرح نفسه، هل توجد حياه اخرى في مكان ما؟ طبعا مراجعه الفصل الدرس الثاني. طبعا الموجات الكهرومغناطيسيه، الضوء احد اشكال الاشعاع الكهرومغناطيسي. الموجات الكهرومغناطيسية تشمل موجات الراديو، موجات الميكروويف، والأشعة تحت الحمراء، والضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية. يسير الضوء في الفراغ بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. وسائل رصد الكون، من وسائل رصد الكون المناظير الفلكية البصرية والمناظير الراديوية. تستعمل في المناظير الفلكية في المنظار الفلكي الكاسر عدسات تجمع الضوء وتركزه، وعدسات أخرى تكون صورا يمكن مشاهدتها. تستعمل في المنظار الفلكي العاكس مرايا تجمع الضوء وتركزه، كما تستخدم العدسات تستخدم العدسات لتنشئ صور الاجسام صور الاجسام. المرصد الفلكي بناء على شكل قبه يحتوي على اي مناظير فلكيه. يوضع المنظار الفلكي في الفضاء الخارجي لتجنب حدوث المشكلات التي تسببها الفضاء الغلاف الجوي. يجمع المنظار الفلكي الراديو وموجات الراديو الصادره عن النجوم واجرام اخرى. النجوم تتالف من مجموعات نجميه من نجوم تشكل انماطا معينه لها في السماء. حياه النجوم تتطور النجوم وتتغير احجامها وخصائصها بمرور الزمن. يعتمد نوع تطور النجم على على كتلته. المجرات تجمع من النجوم والغازات والغبار تربطها الجاذبيه. تقع الارض التي نعيش عليها ضمن مجره درب التبان. الكون وفق تقدير العلماء يحتوي الكون على 100 بليون مجره. طبعا ننتقل بعد كده الى دليل مراجعه الفصل اللي هو درسين عندك، هتلاقي عندك ملخص لاهم ما ورد في الدرسين صفحه 67. طبعا ده اللي هو بعض الافكار او المصطلحات اللي وردت في الدرسين في الفصل هذا. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.